كان قاعدين ورايا ناس من قرايبكم، وكل ما تطلع واحده فيكم يقول هاي فلانه هاي فلانه، وكانوا يعني كانوا متحمسين جدا وهم شايفينكم على الشاشه، على قد ما كان في لحظات فيها تاثر بس كانوا مبسوطين ان هم شايفينكم وسامعينكم. صحيح انتوا قاعدين معاهم في البيت، بس هم فكره ان انتوا على الشاشه الكبيره والناس كلها بتسمعكم، ده احساس مختلف ولا ايه؟ كمان احنا لما شفنا حالنا، يعني انا بحد ذاتي ما تحملتش، عيطت ما تحملتش اشوف، سمعت صوت القصف تذكرت كل شيء، صار قلبي يدق وبدي اسكر وداني مش قادره اسمع، حسيت اني تذكرت كل لحظه عشتها هناك، ما تحملتش. يعني حتى في ناس من غزه حضروا بيقولوا رجعنا لكل الذكريات، يعني اوجعنا. بقالكوا قد ايه تقريبا في القاهره؟ من يناير تقريبا 8 شهور 9 شهور. همكم الاساسي طبعا ان انتوا في الاول تتاكدوا من سلامتكم وسلامه القريبين منكم. هل بقى كنتوا اتفرجتوا، كانت دره عامله جزء في غزه، هل كنتوا شفتوه ولا اول مره تشوفوه؟ كان اول مره طبعا. اول مره. وكان وقعه ايه عليكم؟ كان مؤثر يعني كتير المناظر بالظروف اللي بالحرب، وتصور هناك كان إشي كبير، يعني إنجاز. لا يعني أنت كان أول مرة تتفرجي على زوجك وهو في غزة، يعني هي عملت له انصدمت من منظره، يعني كتير تعبان وشه كذا، الحياة برضو اللي كانت الحياة صعبة. طلع يعني اختلاف بين لما وصل وبين لما كان هناك. التفاصيل اللي هي شكل الخيمة، ازاي بيجيب الميه، الطوابير، الاشياء، يعني ضايقت اول مره فيها. اشوف يعني قريب ليك وصعبه وجعني فعلا، هي انه حد منا عاشها ما كنتش متوقعها، انا شفتها بالفيلم. اللبس التراثي الجميل ده جبتوه منين؟ في سوريين هنا في مصر يعني بيعملوا، لانه عرفوا ان في عائلات فلسطينيه كتير نزحت من الحرب في هنا في مصر، فهم بداوا يعملوه. احنا لما فكرنا انه مهرجان وهنطلع، يعني قلنا احنا بدنا نمثل اسم بلدنا، فلازم صح. نطلع بالزي الرسمي، انك انت ما بتمثلي شخصك، انت هتمثلي كل النساء فلسطين فتيات، فلازم نطلع بالزي الرسمي. صح، ونعم الاختيار. ولما اكتر يعني ممكن اكيد قرايبكم واصحابكم، احنا نعرفكم بجمعيات فلسطينيه كتير فاعله هنا في مصر، وبتعمل اللبس التراثي ده وبتنقل خبرات، يعني في هنا دواير مسانده باشكال مختلفه، يعني ثقافيا وانسانيا وعلى كل الاصعده.